يعني مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء. شوفوا معنا شنو وقع في المربع، مربع بلاصة الكرشاح وفاولة الشعب، مربع اللي كعمروها وما نقولش ولاد المدينة، بل ولاد كازا كاملين وكاع الأحياء الشعبية كيجيو ليها كعمروها. شوفوا الدنيا شحال عامرة اليوم، يوم الاثنين، موجة الحر اللي كتعرف كيعرف المغرب كامل، مربع عامرة بزاف وبزاف وبزاف. نقدر نسميو المربع هي الباص اللي كيرشحو فيها ولاد الشعب، حر تقريبا بلا كيكون بحال البيسين، كيكون غارق بزاف الا دخلتي داخل بطبيعة الحال كيكون غارق. كنا ديال بلاصة كنشوفو فيها ولاد الشعب، شوفو معنا الحركات البهلواني اللي كيقومو بها. المربع اليوم مشاهدينا الكرام هي عامرة بزاف، حيت كاين اليوم الصهد بزاف، الحرارة مرتفعة، كذلك البحر كما كتشاهدوا فهو هادئ، يعني كيصلح انه السباحة، ما هيش والامواج ما مخربقاش، الامواج لا مخربقة، شي يخلي وليدات صغار اللي ما كيعرفوش يعوموا، بزاف ناس يجيو يتبردوا يحاولوا يدوزوا واحد الوقيتة زوينة كيف ما كنعرفوا على المربع. كيف ما ذكرت لكم مشاهدينا الكرام، فنقدر نسميو المربعة هي البلاصة اللي كيرشحوا فيها ولاد الشعب، هي المربعة بلاصة صراحة اللي زوينة، كطلع على حدا أحد من بين أكبر المساجد في العالم، مسجد حسن الثاني، البحر زوين، أحسن بلاصة يمكن يجي الإنسان هي المربعة بكل صراحة وبكل صدق. يعني الراحة النفسية تخلي الإنسان أنه يرتاح ويدوز واحد الوقيتة زوينة هو الأسرة ديالو، كيف ما كتشاهدوا معنا على المباشر مشاهدينا الكرام. البلاصة اللي كنشرحو فيها ولاد الشعب المربعة مشاهدي قناة شوف تيفي عامرة وعامرة بزاف اليوم. شوفوا معنا شنو واقع فيها على المباشر.